أسماء 4 طلاب طب انقلبت بيهم سيارة ملاكي في درعا بالشرقية، لا إله إلا الله. أسماء طلاب الطب الأربعة ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مياه درعا بدائرة مركز فأوس بالشرقية، واللي أودى بحياتهم جميعا وتسبب في إصابة زميل لهم. توفى كل من أحمد أشرف محمد علي شعلان 20 سنة، وأحمد السيد عزت سليمان النجار 21 سنة، ومحمود محمود العريان 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن 20 سنة، وأصيب الخامس كريم أحمد السيد يوسف 20 سنة، مقيمين جميعا بمركز الحسينية. تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطار من المباحث الجنائية بانقلاب سيارة ملاكي في درعة بحر أبو الأخضر بداية مركز فقوس، وانتقاله للفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 ر ق واو في مياه درعة بحر أبو الأخضر بداية مركز فقوس، وأسفر عن مصرع كلا من أحمد أشرف محمد علي شعلان زي ما قلنا، وأحمد السيد عزاز سليمان نجار، ومحمود محمود العريان، ومحمد أيمن أحمد حسن، وأصيب كريم أحمد السيد يوسف. جميعهم طلبة في كلية الطب مقيمين مركز الحسينية، وكانوا يستقلون السيارة. جرى انتشال جسامين الشباب الخمسة بوسط قوات الإنقاذ النهري، وتم نقل الجسامين لمستشفى فقوس المركزي والتحفظ عليها تحت صرف إجراءات التحقيق، ونقل المصاب لمستشفى فقوس المركزي تلقي الإسعافات اللازمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله.